السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا كذا مرة على موضوع الأخطاء المنطقية، فأنا سألت نفسي إيه الخطأ المنطقي اللي وقعت فيه وإيه سببه. فمن ضمن الأخطاء المنطقية اللي أنا وقعت فيها إن أنا نشرت على المدونة بتاعتي الورد بريس محاضرة عن حاجة من العلوم المزيفة، إن أشكال معينة لو حطيناها في الغرفة أو حطيناها في البيت أو بنينا بشكل معين ده يخلي الصحة النفسية أحسن. تمام، رغم ان انا ما طبقتش المحاضره دي وما كنتش مقتنع بيها 100%، بس حطيتها ويعني كان في نوع من عدم الرفض. طب ليه الموضوع دوت؟ لان هي المحاضره كانت من محاضرات تيد، فانا من الناس اللي معجبه جدا بتيد وبتابع تيد وشايف انها بتقدم محتوى كويس. والمحاضره الراجل كان جايب شويه صور انها اتنشرت في مجلات علميه محكمه و و و الحاجات ديت. تيد يعني مش تركيزها على المحتوى صح ولا غلط، هو تركيزها على الحاجه دي شيقه وتعجب الناس ولا لا. لذلك يعني اكتشفت ان اكبر 10 محاضرات مشاهده على تيد منهم 4 علوم مزيفه. تمام، يعني حاجات كده زي التنميه البشريه وبتاع وتمشي على الفحم وحاجات زي كده. ففي نوع كبير جدا من الابهار ومن طريقه العرض اللي يخليك تصدق الحاجات ديت. طيب نستفاد ايه من الموضوع دوت؟ ان ايا كان الحاجه اللي بتسمعها او بتشوفها اعمل تشيك على المعلومه، حاول تتاكد من مصدر المعلومه، حاول تتاكد من الكلام ده صح ولا غلط. ما نسلمش نفسنا لاي حاجه، لان مهما كان ممكن يكون اتنشرت غلط او اللي عمل تشيك ما خدش باله او اللي عمل التدقيق ما خدش باله. فاحنا عايزين نوصل لحاجه تكون موثوقه او ناخد المعلومات من ثقه، فلذلك لازم نتاكد. ويعني اللي يدرس علم حديث يعرف اللي انا بقوله، ولازم تتاكد من مصدر المعلومه نفسها.